للمزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريش محمد. أريش أهلا بك، يعني ضعينا في صورة أبرز تصريحات الرئيس الروسي والتي اتهم بها الغرب اتهامات مباشرة وأيضا سياقات الخاصة بهذا الخطاب السياسي. نعم مروج، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبعا لم يخرج عن نسقه المعهود فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، حيث شرح بالتفصيل عن الموقف الروسي من هذه الأحداث وعن الأسباب التي دعت إلى قيام العملية الروسية في أوكرانيا واستمرار هذه العملية. قال إن موسكو حاولت الحؤول دون وقوع هذه الأعمال القتالية على امتداد 8 سنوات، لكن لم تلقى تفهما لا من الجانب الأوكراني الذي وصفه أيضا بالمنحاز إلى القيم النازية والأيديولوجية النازية، ولا من الجانب الغربي أو الأوروبي اللذين طبعا خدعا روسيا وفقا لما يقوله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إشارة إلى المنظور الروسي من اتفاقيات مينسك طبعا وتخلف الجانب الأوكراني ثم الأوروبي عن الوفاء بالتزاماتهما من هذه الاتفاقية التي كانت ناظمة لوقف إطلاق النار في المناطق التي شهدت لاحقا أعمالا عسكرية، ونتحدث هنا عن إقليم دانباس. طبعا القتال الذي تخوضه روسيا والمعركة التي تخوضها روسيا كما يقول بوتين في أوكرانيا هي معركة مصيرية ووجودية بالنسبة للبلاد. منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وروسيا باعتبارها وريثة هذا الاتحاد تتعرض للعديد من محاولات الاستهداف من قبل الغرب، أيضا من أحد أساليب هذا الاستهداف الذي ذكره بوتين طبعا استخدام الأيديولوجية النازية، استخدام الإرهابيين وغير ذلك، مما يضعها دائما في معرض الاستجابة والرد لهذه على هذه التحديات. كل ذلك طبعا يمكن أيضا أن نخلص منه إلى الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي إلى مجمع طبعا صناعة القذائف عالية الدقة والذخائر عالية الدقة للجيش الروسي، خصوصا في ظل ما تتحدث به موسكو دائما مروج من تحديات متجددة تشهدها حاليا على في الميدان الأوكراني. موسكو تعتبر أنها لا تحارب الأوكرانيين في أوكرانيا، تعتبر أنها تحارب آلة الغرب العسكرية المتقدمة، خصوصا في ظل توريدات الأسلحة الحديثة، ما يضعها أيضا في موضع الاستجابة لهذه التحديات وصناعة المزيد من الأسلحة المتطورة التي لا يملكها الغرب، وهو ما تحدث وأشار إليه طبعا بوتين وربما أشار إليه وزير الدفاع الروسي من خلال هذه الزيارة. هناك المزيد من الأعمال القتالية، هناك مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، هناك من يتحدث عن أن هناك أشكالا من نفاذ الذخيرة والقذائف لدى الجيش الروسي. كل ذلك طبعا يستدعي من المنظومة العسكرية للبلاد التحرك والقول، ليس هناك أي نقص، بل على العكس من ذلك هناك وصول لأنواع متطورة لا يملكها الآخرون إلى صفوف الجيش الروسي. شكرا جزيلا لك مراسلتنا من موسكو أريج محمد.